مساء الخير. بدأنا سلسلة جديدة عن الأحاديث النبوية وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هو وحي من ربنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث الصحيحة هي شرح مفصل لأوامر وقوانين ذكرت في القرآن، علشان كده من أهم معايير صحة الحديث إنه ما يتعارضش مع آيات الله. حديث النهاردة بيقول: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعب من الإيمان. الحياء ليه الحياء دونا عن كل الأخلاقيات الرسول اختصه؟ الحياء من أهم الأخلاقيات، لأن وجوده بيبقى سبب لتطبيق أخلاقيات تانية كتير قوي. الرسول قال فيه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني لو ما اتكسفتش من الغلط، ما اتكسفتش من نفسك، من الناس، من ربنا، خلاص هتعمل أي حاجة. مبدئيا في نقطة مهمة نوضحها، في فرق بين الحياء والخجل. احنا فاهمين ان الاتنين بمعنى انك مكسوف. الخجل والكسوف صفة محتاجة معالجة، لان الشخص الخجول بشكل مبالغ فيه ممكن يبقى شخص سلبي وضعيف، ما بيعرفش يواجه سواء في الحق او في الباطل، وربنا قايل: والله لا يستحي من الحق. علشان كده الحياء حاجة تانية غير الخجل. الحياء قوة أصله إنك بتستحي من ربنا، فبتمنع نفسك عن كل حاجة غلط تبعدك عن ربنا، فبيتطلب ده منك إنك تبقى فاهم إيه قوانين ربنا وأخلاقيات وأداب التعاملات مع ربنا ومع نفسك ومع الناس. ربنا من أسمائه الحيي. ربنا بيستحي من إيه؟ العلماء قالوا حاجة جميلة قوي، إن لو إنسان أذنب ذنب وتاب عليه، قالوا علشان يوصل لمرحلة التوبة هيكون مر بتغيرات كتيرة وأحوال في قلبه توصل لحوالي 38 حال علشان يتوب من الذنب ده. يعني بيمر بحال اللوم، بحال الرجاء في الله، حال الخشية من الله، حال اليقين في الله. جمعوا حوالي 38 حالة قلبية بيمر بيها المذنب اللي قرر يتوب، وكل حالة لها ثوابها وتأثيرها على نفسك. الوضع ده صورة من صور حياء الله من العبد، إنه يقابل توبتك من الذنب وكل حالة من أحوال قلبك بعطاء خاص بفتوحات، بإنه يفتح لك أبواب كتير تانية للخير في قلبك تعوض بيها الذنب بمغفرة، بستر. كل ده تحت اسم الحياء. فربنا بيستحي إنك تقبل عليه ويردك من غير ما يكرمك. الحياء أساس لازم يتوجد، لأنه خلق شامل لأخلاق كتيرة قوي تحته. مش هتعرف يبقى عندك حياء إلا لما تعدي على أخلاق تانية كتيرة الأول. خلاصته هو الحاجز بينك وبين التجاوز في الأفعال والأقوال. في علاقاتنا هيفرق كتير قوي لو طبقنا خلق الحياء، إن يبقى عند كل واحد الحاجز اللي بيمنعه عن التجاوز في كل حاجة. يبقى في حدود للتصرفات وللأفعال وفي الكلام في كل العلاقات مهما كان القرب. القرب مش سبب إن الحياء يقل، ده خلق قلبي ومنهج تعاملات، مش قضية خجل ولا كسوف. دول جوانب فرعية من خلق الحياء، لهم قواعد علشان يتطبقوا صح في الوضع المناسب بالقدر المناسب. طيب حدود الحياء ومنهجه بيتعرف إزاي؟ مبدئيا كده بالفطرة السليمة. الحدود دي جواك، بس محتاجة قلب موصول بالله فيحافظ على فطرته. الحاجة التانية بالتقوى، والتقوى يعني بتقي نفسك بقوانين الله. طول ما انت بتتعرف على ربنا وقوانينه هتعرف ايه الحدود فتطبق حياء صح. من اجمل ثمرات الحياء انك بتتعلم استغناء بالله، لان طريق التقوى ومعرفة الحدود بيعرفك على ربنا وصفاته وقدراته، فبيعلمك تستغنى بيه، فبيزداد حياءك مع البشر، فبتبقى انسان مترفع، وجوده مش عبء، إنسان سلس، إحساسه بالآخرين عالي، بيعرف يحترم نفسه وواثق من نفسه، بيرزق بالبصيرة والحكمة فيطبق حياء متزن. خلق الحياء من أعظم الأخلاق وأشملها، وبوجودها بيكتمل الإيمان، لأن بتكتمل الصفات الحميدة تحته. هنتكلم بالتفصيل عن معاني الحديث مع ضيفنا الشيخ مصطفى الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في سلسله حلقاتنا عن الاحاديث النبويه، وضيفنا النهارده الشيخ مصطفى الازهري من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ مصطفى، منورنا اول مره معانا. اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. النهارده الحديث عن الحياء. الايمان بضع وستون شعبه، والحياء شعبه من الايمان. المعنى العام للحديث. بدايه نرسل السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحياء هو خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا ما أردنا أن يتصل هذا الحديث بروح سيدنا رسول الله فنرسل السلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحياء خلق إلهي وخلق نبوي وخلق بشري تعلمته الأمة من أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نيجي نعمل الخلق ده أو نحاول إن احنا نتحلى بهذا الخلق يكون عندنا عدة مقومات، من هذه المقومات إن أنا أحاول أتمثل بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه بقى؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان، ولما نقول الشيخان في علم الحديث يبقى المقصود بهما الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكتاب الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي هو صحيح سيدنا الإمام البخاري، الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب هي أصح الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عنها العلماء عن كتاب صحيح الإمام البخاري هو أصح الكتب بعد القرآن الكريم، يعني كل ما ورد فيه من أحاديث هي أحاديث صحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية الإيمان بضع وستون شعبة. قالوا أو المقصود الموجودة في الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون، أو هنا هي شك من الراوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن يكون الإنسان منا مقرا لله سبحانه وتعالى معترفا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق، اللي هي حاجة بسيطة جدا، عمل بسيط جدا، انت لو عملت طوبة قابلتك في الطريق بعدتها كده ركنتها في جنب، إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك لا تحتقرن من المعروف شيئا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الحديث ده بينبه على حاجة مهمة جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، من هنا للتبعيض، يعني هو حاجة جزء من جزء أو جزء من أجزاء. الحياء شعبة من الإيمان. الحياء إيه هو الحياء؟ قالوا الحياء هو حالة تعتري الإنسان عند خوف أن يقع في شيء يلام عليه، سواء اللوم هذا من الله سبحانه وتعالى أو اللوم هذا من الناس، بمعنى أن يجدني الله تبارك وتعالى حيث أمرني وأن يفتقدني الله سبحانه وتعالى حيث نهاني. يعني الأذان بيؤذن، أنا فين؟ أنا في المسجد، يبقى أنا إنسان حيي من الله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى الأذان بيأذن حي على الصلاة حي على الفلاح وأنا لاهي وأنا بلعب، فهنا ربنا سبحانه وتعالى كده أنا إنسان مش حيي. ليه مش حيي؟ لأن بسمع ربنا سبحانه وتعالى بينادي علي وأنا لسه واقف مكاني، ما تقربتش من الله سبحانه وتعالى. إن أنا في موضع أستطيع إن أنا أحج بيت الله الحرام، لا، وانا لسه مكاني ما جهزتش نفسي، لسه ببص لامور الدنيا وعايز يبقى عندي عربيه وعايز يبقى عندي سياره وعايز يبقى عندي كذا ويبقى عندي كذا. طب ما انا اقدر ان انا اروح لربنا سبحانه وتعالى، واذا ذهبت اليه فتح الله تعالى لي كل الابواب. الانسان مننا لابد ان يكون دائما على حياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء ده عايز اقول مش هو الخجل. احنا هنتكلم بقى في الجزئيه دي لانها فعلا دي بتعمل لخبطه ما بين الناس بصفه الناس. عامه الحياء والخجل بالظبط. فبس معانا تليفون، استاذن بالضبط. حضرتك معانا ام مي. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ام مي. ام مي صديقه البرنامج ومتابعانا اول باول، يعني ربنا وسهلا. يبارك لها، دايما بتستشير في كل التفاصيل. كانت اخر حاجه كنا متفقين على اتفاق، كان في مشكله مع اخوها وزوجه اخوها كانت سبب المشكله، وبعدين اخوها بعت لها رساله بيصالحها بعد 5 شهور. فهي بتقول انا مش قادره اصالحه، لاني حاسه ان اللي بعت الرساله او اللي مشجعه ان يبعت مش من قلبه، ده مراته اللي بعت. فقلنا لها يعني انت قبل كده كنتي بتقولي زي ما بيسالش فيا فهو سال، فخدي ليه افضل واقفه مكاني بالظبط. فقلنا لها بلغينا، قولي لنا عملتي ايه يا مومي. الو، ازيك يا استاذه سارة؟ ازيك يا مومي حبيبتي، اتفضلي. لا الحمد لله، كلمنا بعض واختي يعني اتدخلت في الموضوع وكلمته عادي. طب الحمد لله، الموضوع عدى على خير يعني؟ الحمد لله. الحمد لله يا مومي، الحمد لله. ليكي أي استفسار تاني؟ أيوه عندي، بس سؤال بس لبنتي. اتفضلي. بنتي بس هي أستاذة سارة متجوزة دلوقتي بقالها 1.5 سنة. تمام. بنتي الكبيرة. تمام. روشة. المهم راحت يعني كشفت كتير وكده،
فالدكتور قال لها يعني مش هينفع موضوع الحمل دوت، يعني هي كانت متأخرة في الإنجاب وكده، تمام. فقال لها مش هينفع على لازم بعملية الحقن المجهري ده. تمام يا مومعي. اه بس فانا بسأل يعني هو مفيش قدامنا الا عملية الحقن المجهري ديت، يعني عادي لو عملتها؟ مدى حرمانيتها ايه، حلال ولا حرام؟ تمام يا مومعي. في ماشي. اي استفسار تاني؟ لا شكرا. تسلمي يا مومعي. الحقن المجهري، الحقن المجهري هي من القضايا الفقهية المعاصرة التي تكلمت فيها دار الإفتاء المصرية، وهي الجهة المنوط بها الفتوى على مستوى العالم الإسلامي وبالأخص في دولتها في مصر. عملية الحقن المجهري أجازتها دار الإفتاء المصرية، ولكن كان فيه هناك شرطين. الشرطين دول من أهم الشروط اللي هيعمل العملية دي لابد أن يراعيها. الشرط الأول أن يكون الطبيب مسلما، دي رقم واحد، أن يكون الطبيب مسلماً. الأمر الثاني اللي هو كيفية الحفاظ على هذه الحيوانات المنوية حتى لا تتبدل أو تتغير، لأن طبعاً لو تبدلت أو تغيرت هيحصل اختلاط في الأنساب. ومن هنا لو رعينا الشرطين دول العملية جائزة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. معنا الأستاذ سيد. وعليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك يا فندم؟ أهلاً وسهلاً بحضرتك. ممكن أكلم الشيخ مصطفى بعد إذنك؟ اتفضل مع حضرتك. لو سمعت يا شيخ مصطفى، انا بس الصوت معلش، الصوت بعيد شويه. ممكن امي بس... كان لها مراس عند خالي، تمام، والاثنين اتوفوا، تمام، والله ما صار على سيدنا محمد. كان خالي ضحك عليها يعني، والمفروض هي لها نص مليون حلبة الارض والبيت وكده، حوالي نص مليون يعني. كان المفروض دي من ورا مننا، دي من ورا مننا حضرتك، وراح والدتي، والدتي فقيره يعني. راح لها وادها 15000 جنيه ومضاها ووداها على السجل حاجه زي كده. مين راح لها ومين مضاها؟ خالها، خاله قبل ما يتوفى. ثانيه واحده بعد اذنك يا استاذ سيد دلوقتي، يعني يا ريت بس تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، وتبعد عنه علشان خاطر بيزن، معلش الصوت مش واضح قوي دلوقتي. ان خالك كان والدتك ليها حقوق عند خالك، انت مين اللي قدرها انها نص مليون؟ هو يعني هو اللي عملها كده، راح الواحد من جيراننا برضه كان توفى برضه، وشهده وقال لها حلوين 15000 جنيه، ام اسمها صبيحه الله يرحمها، حلوين 15000 جنيه. لا عرفتوا منين انها نص مليون؟ ان الورث نص مليون من الورث، على اساس ان خالاتي التانيين ما رضيوش من اللي هم الام خدته، ورفعت عليه قواضي وكسبوها وخدوا حوالي زي 400000 جنيه حاجه زي كده. تمام، فده مفروض برضه نصيب والغير. والدتك في الاراضي، في الارض يعني كده. ايوه تمام، رغم ان امي الكبيره بتاعتهم وهي المبحوثه في الارض دي الوحيده يعني، فما رفعتش قضيه، فما اخدتش اللي هي حوالي نص مليون بتوعها، وما خدتش، والاثنين اتوفوا، تمام، وعياله عايشين وعارفين بالكلام دوت، تمام. بس يعني ايه حكم المفروض تتصرف حضرتك، تتصرف ازاي في الموقف ده؟ ده سؤال حضرتك كده، لان هي مضت وراحت الشهر العقاري حاجه وارتضت بال 15000، لكن هم على علم ان الحقوق واضحه، لكن يعني عارفين الموضوع، الورثه ولاده عارفين الموضوع. طيب تمام كده، تمام، شكرا يا استاذ سعيد. قضيه المواريث هي من القضايا التي تشغل الراي العام في هذه الاونه بسبب بعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى. لو احنا يا استاذه ساره تاملنا في القران الكريم وفي سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الفرائض وعلموها. الفرائض قال عنها العلماء المقصود بها هي المواريث، دي حاجه. الحاجه الثانيه هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم، هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى في امر المواريث لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما، بل كان الامر فيها الامر الاول والناهي هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى انه ما ينفعش اي حد يتدخل في امر المواريث يغير او يبدل. ليه بقى؟ لان الذي شرع وامر ونهى هو الله سبحانه وتعالى، فخلاص ما ينفعش اي حد يتكلم فيها. المواريث تقسم كما هي كما جاء في القرآن الكريم، وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي احنا عايزين نقولها لكل الناس اللي بتسمعنا، انه الكفن بتاعنا ده ملوش جيوب. هو انت هتموت هتاخد ايه معاك؟ مين دخل القبر ومعاه المال بتاعه؟ ده يمكن لما الانسان مننا بيموت الحاجة اللي بيتركها في بيته ما بتطلعش معاه اللي هي المال، يعني الابن بيطلع ويرجع، اما المال ده ما بيطلعش من البيت. وهما الطرفين توفوا. الطرفين توفهم. طيب واحنا بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى هنقول ايه؟ هنخلص نفسنا من عذاب الله سبحانه وتعالى ازاي؟
ايه اللي احنا بقى ممكن نعمله، يعني اي حد اي انسان عاقل يعمله في حياته. من موت الموارث اللي هو الانسان الميت طالما له تركه بعد الدفن مباشره، ودي من الحقوق المتعلقه بتركه الميت، وتعلمناها في المواريث في علم المواريث في الازهر الشريف، انه بعد ما يموت الانسان اول حاجه بنعملها نقضي عنه ديونه من تركته. يعني لو عليه ديون بنرجع نقضي الديون دي من التركه بتاعته، خلصنا الديون بتاعته، نعمل ايه بقى الصح؟ نقول نستنى شهر 2 3 عشان ده لسه في تربته والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده؟ لا، ده غلط، لان ده بيجي يعمل مشاكل بعد كده بين الورثه. الصح اللي احنا نعمله ان احنا نقسم التركه بفرائدها كما امر الله سبحانه وتعالى. طب في حاله استاذ سيد يتصرف ازاي؟ الحاله الاولى اول حاجه، وطبعا هو شكله مش متاكد الاول من موضوع الميراث، خالته خدوا كذا يبقى ام كذا، احنا نرجع للجهه المسؤوله اللي بتقسم المواريث، بتاخد القسيمه الشرعيه بعد الموت والتركه وتقسمها، نعرف الام لها قد ايه، ونرجع بعد كده ناخد نصيب الام زي ما الجهه دي قالت لها كذا، يبقى هي تاخد الحاجه بتاعتها. طيب بالنسبه للحاله دي بقى، هو بيقول ان الخال نفسه مات والاولاد اولاد خاله ما، وهي ما علشان خاطر بنت زي اخواتها البنات، فاكيد هتبقى النصيب مشترك الى حد ما، ممكن اه يعني هو زيها زيهم. هي مضت ان هي ارتضت بال 15000، هو عايز بس الاولاد عارفين. هو عايز اقول حاجه، الأولاد دول لو عايزين يخلصوا أبوهم قدام ربنا سبحانه وتعالى يرجعوا حق العمة قدام ربنا سبحانه، لأنه سيحاسب عليها في قبره. يقدروا يخلصوا يقدروا فعلا إن يعني لو دفعوا يسقط عنه؟ هقول لحضرتك أيوة طبعا يسقط عنه، لأنه هي ممكن تكون مضت على الورق وارتضت بهذه الإمضاء ولكن في قلبها ليست راضية، فقدام ربنا هيحاسب على هذا المال، لأنه بخسها. ويل للمطففين، هو يعني انقصها من حقها وانقصها من مقدار الميراث بتاعها او غيبها عن الحق وقتها، فقدام ربنا سبحانه وتعالى سيحاسب على هذا، ليه انت ما اديتلهاش الحق بتاعها كامل. طب هو يقدر يعمل ايه دلوقتي؟ يقدر بقى ان هو يبلغ الكلام ده لاهل الميراث او لاولاد خاله، ان انا سالت وسمعت ان في كذا كذا كذا، والوالد دلوقتي ممكن يكون بيعذب في قبره، وان ده حقي وانا اولى بحقي، وان شاء الله ربنا يصل لهم امره ان شاء الله. شكرا لحضرتك. معانا الاستاذه سميه. السلام عليكم. السلام استاذه سميه، اتفضلي. على فكره انا بحب حضرتك جدا ومتابعاكي على طول، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، يجزيكي كل خير يا رب. اتفضلي يا استاذه سميه. حضرتك انا عندي ابني عنده 16 سنه. تمام. بس حضرتك هو مقصر في الصلاه جدا، وعلى طول في خلاف بينه وبين باباه، عشان باباه طبعا بيصلي على طول في المسجد ومواظب على الصلاه على طول، لكن هو بيصلي ويقطع، وعلى طول في خلاف هو باباه، لازم تصلي يعني بالذوق بالعافيه، للاسف يعني ايه ساعات يستجيب وساعات لا. وهو من صغره متعلم الصلاه ومواظب عليها ولا اه هو يعني من هو صغير؟ انا طبعا الصلاه صلي وكده، وكان بيصلي بس فتره فيها كسل شويه، فتره بيجمع الصلوات. ايوه تمام. ودلوقتي بقى يعني ساعات وساعات، مش كل الاوقات بيصليها، وساعات يتكاسل، وباباه طبعا بقى على طول في خناق هو هما الاثنين يعني بسبب الموضوع دوت. تمام. فانا مش عارفه، انا بدعي له وبحط صدقه بنيه ان ربنا يهديه، بس مش عارفه اعمل ايه يعني، وعليا انا عليا وزري كده ان هو يعني لو ما صلاش. تمام. ده سؤال مهم جدا، لان كتير من الاباء والامهات بيتلخبطوا ومبقاش عارفين كمان هي دي مسؤوليه الام ولا مسؤوليه الاب ولا على مين. تمام. شكرا يا استاذ سميه، هنجاوب على حضرتك. المشكله ان الولد ما بيصليش. صحيح. خليني اجاوب بشكل عام، احنا مين فينا مش مقصر، ومين فينا مش محتاج رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، وأنت كريم، أنت رحيم، أنت كافي، ثلاث قابلتهن بثلاث أوصافه زادت عن أوصافه سبحانه وتعالى. كلنا في حاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وما رأيت الفلاح أو النجاح قرين لشيء إلا بالصلاة، حتى المؤذن ينادي فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن أقبلت على الصلاة أقبل عليك الفلاح. عايز تنجح وعايز ربنا يكرمك، الهدف الأول والأسمى أنك أنت تقبل على الله سبحانه وتعالى بالصلاة. ليه الصلاة؟ ليه إحنا بنقول أول حاجة الإنسان يتقارب بها إلى الله هي الصلاة؟ لأنك لما بتسجد لله سبحانه وتعالى وأنت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت في أقرب موضع من ربك سبحانه وتعالى. سيدنا النبي اللي قال كده، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسألوا الله تعالى من فضله. وعشان كده عايزين نقول أن الصلاة دي ما ينفعش أن إحنا ننقطع عنها. هي وظيفة الأب ولا الأم اللي هو أنه يؤمر بالصلاة؟
الأب والأم الاثنين يؤمروا بالصلاة والاثنين يحسوا هذا الطفل هذا حق من حق هذا حق أصيل من حقوق الطفل. إن الطفل ده أستاذة ليه حقوق، حقوق الطفل هذه تبدأ قبل أن يولد الطفل، ولكن من بعد أن الطفل يوجد في هذه الدنيا من حقوقه أن احنا لازم نؤمره بالصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده أن احنا نؤمره بالصلاة ونضربه عليها إن امتنع، لكن ليس المراد بالضرب اللي هو تقطيع لحم أو تكسير عظم، هي أمر من الأب ومن الأم أن يحافظ على هذا الولد بقربه من علاقته بربه سبحانه وتعالى. فالأم والأب الاثنين يفضلوا مستمرين في دوام النصح لابنهما أو لولدهما على قربه من الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما بيسمعش الكلام مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية، وإن شاء الله مع دعاء الأم يتقاربوا إلى الله سبحانه وتعالى. فرضا إن فعلا في ده هو كمان بقى في سن مراهقة، وسن المراهقة الأطفال الأولاد بيبقوا عندهم عند قوي جدا في حالة تشتت. نعم. وبالعكس، ويمكن لو تعاملت معهم بإرهاب أو بعنف أو كده ممكن ينفروا خالص. عشان كده احنا قلنا مش عايزين نلجأ للعنف نهائي، مش عايزين نلجأ. ده بالعكس، ده كمان ممكن الأمر المباشر بيضايقهم، بيضايقوا ان هو في حد بيتحكم في نفسي، والنفس اصلا ما اصعب ان يتحكم فيها احد، حكم النفس عن النفس احنا ما بنحبهوش. ففكرة انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. المطلوب في النصح في حاجه زي كده اللي هو خلاص انا بنصح لكن ما اثقلش نفسي، ان في اباء وامهات كتير قوي بيثقلوا نفسهم ويحسوا ان كانهم في كارثه، ان هم مش عارفين يخلوا ابنهم يصلي. لا خالص. ليه بقى احنا مش عايزين نحسسه انه في كارثه وفيه مصيبه لو انت ما صليتش؟ عشان احنا هنحسسه ان انت لو ما صليتش ربنا بيعذب، ربنا مش بيرحم. الصلاه دي لو انت ما عملتهاش ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك وهيعمل فيك وفيك، والنفس مش هتحب ده. احنا عايزين لما نتكلم عن الصلاه نتكلم عن باب رحمه الله سبحانه وتعالى، وان انت يا ابني نفسك تكون كذا وكذا وكذا، وعايز توصل وعايز تبقى انسان معروف وانسان صاحب مكانه مرموقه وانسان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده الطريق اللي هيوصلك. فانا برسم له الصلاه ان هي باب من ابواب الجنه مش باب من ابواب العذاب. طيب، ان هي توصلت في الجزئيه دي بعد اذن حضرتك، في برضو حاجه دايما مربوطه بيها ان الاب بيبقى متخيل ان هو لو ابنه ما صلاش هو هيتعذب، لان هو ليه امره او الام. الاب طالما امر وبين ونصح وفهم خلاص، يعني وقع من عليه هذا الحمل، طالما عمل اللي عليه وبلغ، وما عليك الا البلاغ. بالظبط، وما عليك هو. وبعدين الشاب اللي ما بيصليش ده انسان عاقل، يعني امره على كتفي، امره على نفسي. نعم. بالزبط. لكن برضه لسه بنقول ينصح مره واثنين وثلاثه. عايز اما اجي اتكلم مع ابني في موضوع الصلاه ما اقولوش ربنا هيدخلك النار لو ما صليتش، لا ده انا عايز اقول له ما اروع الخشوع وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو شعر هذا القلب بالخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى ما ترك الصلاة أبدا. يعني وانت واقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى كده ادعي قول اللهم لا تحرمني لذة الخشوع وأنا بين يديك، فهي لذة لا يدانيها لذة. لذة المعصية بتزول بعد المعصية، أما لذة الله دائمة متصلة لا تنقطع، لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن كان متصلا بالله اتصل به الله، فمن كان في رحاب الله رفعه الله وأدخله الجنة مع سيدنا رسول الله. ما اللي حضرتك بتقوله ده يا شيخ مصطفى، إحنا نفسنا ككبار مفتقدين المعاني دي، فاحنا واخدين الصلاه انها حركات وعباده وامر وفرض. ما احنا مش عايزين ناخد الصلاه ان هي انا طالع ونازل، لا انا عايز اخد الصلاه دي ان هي موضع الاسرار والانوار، بها تظهر المشاهده وتتجلى رؤيته لله سبحانه وتعالى. متخيل حضرتك كده ان انا لما يكون جاي عليا وقت الصلاه وانا بجهز نفسي، ليه انا بجهز نفسي؟ انا مش بجهز نفسي عشان اؤدي عباده، انا اجهز نفسي للقاء ربي سبحانه وتعالى. انا هقف اصلي هقول الله اكبر، انت بين انت في عنايه من؟ في عنايه الله سبحانه وتعالى. انت بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. كتير منا يجي يقول انا ربنا ما بيستجبش ليا الدعاء، انا بدعي بقالي سنه اتنين تلاته وما فيش استجابه. طب ما هو ما فيش استجابه ليه؟ عشان انت قلبك مش حاضر. القلب هذا لو حضر وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، اقسم بالله لاستحى الله، مش احنا بنتكلم عن الحياء، لاستحى الله سبحانه وتعالى ان يرد عبده ويديه خائبتين صفراء. ربنا سبحانه وتعالى حيي من صفاته سبحانه وتعالى. سبحان الله. هي الفكره كمان ان الاجيال الحديثه دي، يعني احنا مع التغيرات اللي حاصله محتاجين دعوه غير مباشره. يعني ممكن ان احنا يعني فكره باي كيفيه، طالما الاب بدل ما هو يبقى متضرر قوي ومتضايق. نعم. وحاسس بحمل والابن ينفر، ممكن الموضوع خلاص تبقى صحوبيه. بالزبط. مش فكره ان لازم يقوم يصلي حالا، بس بشكل غير مباشر في قصص بتوري يعني ايه ان الرجوله، وقصص مثلا الصحابه. صحيح. اللي خلوهم يبقوا فعلا رجال حقيقيين، فكره التمسك والصله بينه وبين ربنا، فبتتزرع المعاني الاساسيه الاول. أنا عايز أقول لك على حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيشير اشاره لطيفه جدا في القران الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما قالش من المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال من المؤمنين رجال.
وصفهم الله سبحانه، وصف رجال بأنهم من أهل الإيمان. لو أنت ما لقيتش نفسك في الموضع ده فاعلم أنك لست منهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا مع الله فصدقهم الله سبحانه وتعالى. ومن صدق نفسك مع ربك سبحانه وتعالى أن يجدك الله سبحانه وتعالى في مواضع القرب منه. دايما كان في مقولة سريعة لأحد العلماء كان بيقول أن أنت مش هتقدر تنفذ الأمر إلا ما تتعرف على الآمر. بالظبط. فإحنا محتاجين نعرف أولادنا مين هو الآمر، مين هو ربنا وتعالى، قبل ما نعرفهم على الأوامر. ولو إحنا حبينا نتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، كل رحمتي في الله سبحانه سبحان وتعالى. الله. معنا الأستاذة أميرة. أستاذ سهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش أنا ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ اتفضلي مع حضرتك. بص، هو مامتي جاي لها مثلا بابي متوفي وحط فلوس في مكان يعني عند حد. تمام. ولو مامتي جابت الفلوس دي ممكن تاخدها هي لوحدها، هو بابي جوز ست ومطلقها وجايب منها ولد، والتانية عندها ثلاث عيال. لا ده كده الموضوع ملخبط. ثانية واحدة كده يا أميرة، واحدة واحدة. والشيخ مش سامع كويس على فكرة شيخ مصطفى، معلش. واحدة واحدة كده يا أميرة. أنتي باباكي توفى والفلوس بتاعته شايلها عند حد. أيوة. ولو مامتي راحت جابتهم هي تجيبهم، يا ترى هي تاخدهم هي لوحدها ولا لازم تقسمهم على مراتات الاثنين؟ هو متجوز اتنين تانيين. واحدة طلقها ومخلف منها. جايب منها ولد، والولد ده عايش معانا. طيب تمام يا استاذه اميره. هو طبعا فكره قضايا توزيع التركه والميراث والحاجات دي اكيد ليها جهاتهم. طبعا ليها جهات مختصه عشان يقولوا لهم بالظبط. بالتفاصيل مش هيكون على الهوا، لكن بشكل عام كسؤال، فكره هو متجوز اكتر من واحده، واحده مطلقها، مطلقه خلاص يعني، لكن ليها اولاد، اولادها يدخلوا في التركه في الورثه، والاثنين اللي متجوزهم يشاركوا في الورثه، لهم في الورثه بالظبط. التفاصيل بقى التقسيم والحاجات دي يا استاذه اميره دي بقى ترجعي لدار الافتاء او اي لجنه من اللجان او دار الافتاء المصريه، فيها لجنه مختصه بتقسيم المواريث، يرأسها الدكتور علي فخر في دار الافتاء المصريه. بالظبط، علشان يقولوا لك بالتفصيل توزيع الميراث ازاي. كان في سؤال جاء من متصله عن صلاه الشكر، بس ده ممكن نجاوبه بعد الفاصل. بعد اذن حضرتك هنطلع فاصل ونكمل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. كان متصله اتصلت بتسال الشيخ مصطفى عن صلاه الشكر، هل في صلاه للشكر؟ نعم، صلاه الشكر هي من الصلوات المندوبه والمستحبه عند السادات المالكيه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وكذلك سجود الشكر من السجود المسنون عند الساده الشافعيه والمستحب عند الساده الحنابله رضي الله تعالى عنهم، واجازه جمهور العلماء من الساده الاحناف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. كيفية الصلاة دي ازاي؟ أنا مثلا من الله تبارك وتعالى علي بنعمة من النعم، رزقني ولد أو رزق أو أوسع لي في رزقي، أو من علي حتى براحة البال وباطمئنان القلب وبسعادة الخاطر، تلك الأمور التي افتقدناها في حياتنا، فأردت أن أصلي لله تعالى صلاة هي شكر لله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم، نحن في حاجة إلى الزيادة، فإذا ما أردت المزيد فتقارب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو العزيز الحميد سبحانه وتعالى. هي صلاة الشكر ركعتين بنصليهم لله سبحانه وتعالى، كأي ركعتين تجب لهم الطهارة. عايز تصلي لله سبحانه وتعالى، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موضع صلاة، بتتقارب إلى الله سبحانه وتعالى فيهما بالشكر لله سبحانه وتعالى وبدعاء الله سبحانه وتعالى وطلب المزيد. ولما نيجي نطلب من ربنا سبحانه وتعالى لا تطلب على قدر حاجتك، بل اطلب من الله المزيد، فهو سبحانه وتعالى الخالق ومالك الدنيا. يعني ركعتين مش فكرة ان هو بيسجد بس. بعض العلماء زي ما احنا قلنا السادة الشافعية قالوا سجدة شكر، وبعض العلماء زي السادة المالكية قالوا ركعتين عادي شكر لله سبحانه وتعالى. تمام. هذا جائز وهذا جائز، والله سبحانه وتعالى وسع الدنيا بأكملها. ربنا يبارك في حضرتك. آمين. يا رب. لو جينا نقول الحياء، الفرق ما بين الحياء والخجل. الحياء احنا قلنا هو شعور او احساس انساني يعتري الانسان حينما يشعر أنه سيقع في مكان أو في خلل يستحي أن يراه الله سبحانه وتعالى عليه. بمعنى سأفعل ذنب، قفلت الأوضة بتاعتي على نفسي ومفيش حد شايفني إلا أنا، في حد شايفني والأوضة مقفولة عليا، ولذلك أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. أصل الانتكاسات اللي بيوقعني وبيجعل في هذا القلب الصدأ، بيخليه صدي ما يستقبلش أي طاعة من الله سبحانه وتعالى،
اللي هي ذنوب الخلوات ما أصعبها على النفس، ولذلك تستحي من الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. ما حدش شايفني، لكن مين اللي شايفك؟ الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع سبحانه وتعالى، فشايفني ربنا سبحانه وتعالى فبمتنع. أنت بتمتنع عن إيه؟ ما فيش حد شايفك. أنا مش بمتنع عشان الناس شايفاني، ولكن أنا أمتنع خوفا وحياء من الله سبحانه وتعالى. أنا بمتنع عشان أنا في موضع ذل وانكسار وخضوع وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستحضر ربنا في قلبي. نعم، استحضار جلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه له مقولة عظيمة جدا، قال: من فقد الحياء فقد فقد الورع، الورع اللي هو الحب القلبي لله سبحانه وتعالى، ومن فقد الورع فقد مات قلبه، ومن مات قلبه فقد مات ولو كان حيا. اللي بيموت القلب بتاعه حتى ولو هو عايش موجود في الدنيا يأكل ويشرب ويتحرك وهنا وهناك، لكن قلبه مات فلا فائدة لحياته. ما انت هذا القلب هو المتصل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: والحياء شعبة من الإيمان. قالوا إن الحديث ده شعبة من الإيمان. الإيمان هنا ليس مجرد عمل قلبي، وإنما هو عمل بالجوارح أيضا، فلا بد أن هذه الجوارح تصدق ما في القلب، ما وقر يعني في القلب. نعم، وصدقه ما وقر، هذا هو الإيمان. لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، لا مانع من ذلك، ولكن المهم ليس خطأ أن أخطئ، مش غلط إن أنا أغلط، لكن الغلط أن أستمر في هذا الخطأ وأكرر الخطأ مرة والثانية والثالثة، هنا يصدأ القلب ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. طب الإنسان لما بيتقر يعني لما بيبتدي يغلط من البداية، هل وقت الغلط ده هو بيكون عنده خلل في الحياة؟ لا شك إن هو عنده خلل في الحياة حتى ولو كان بينه وبين نفسه، لأنه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. لو استحضر وقت المعصية هذه، يعني هو هيفعل معصية، فاستحضر جلال الله سبحانه وتعالى واستحضر كمال الله سبحانه وتعالى وخشع هذا القلب لبكى القلب. ليس البكاء فقط خاص بالعين، القلب يبكي على بعده من الله سبحانه وتعالى، وهنا يستحضر القلب معية الله سبحانه وتعالى، ويستحضر القلب جلال جمال الله سبحانه وتعالى، فيمتنع عن الذنب حياء من الله سبحانه. تمام. الخجل ايه بقى؟ الخجل بقى هو عايز اقول ان الحياء بيكون من الانسان القوي اللي بيقدر يمنع نفسه. الخجل هو شعور يعتري الانسان لضعف في شخصيته، بمعنى ان انا طالب وعندي مهارات الطالب وعندي مهارات الإجابة، ويجي الأستاذ يقول لي قوم جاوب على كذا، فأنا خوفا من الأستاذ وخوفا من الحضور أمامه أنا بخاف أن أنا أجاوب. فالخجل يكون من إنسان ضعيف الشخصية، أما الحياء فهو من إنسان قوي الشخصية. ولذلك الخجل أقوى وأعم وأشمل الحياء وعفوا أقوى وأعم وأشمل من الخجل. حديث الرسول إذا لم تسعى عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي بحذف الحاء لأنه فعل مضارع مجزوم بلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث بيقول فيما معناه إنه الحياء ده إنه مما ورد عن الأنبياء من قبل إنهم كانوا يستحون، فأنبياء الله سبحانه وتعالى كان هذا الحياء هو صفة لهم وهو دأب لهم. ولذلك الإمام ابن القيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إيه بقى؟ يقول إن من أول مناهج السالكين والسائرين إلى رب العالمين أن يكون الإنسان حييا يستحي من الله سبحانه وتعالى، وده كان صنيع الأنبياء وفعل الأنبياء. لذلك أقول تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه برجال فلاح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى مما ورد من كلام عن الأنبياء إنهم كانوا يستحون من الله سبحانه وتعالى، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ابن عبد البار في كتابه الاستيعاب بيقول إيه بقى؟ بيقول إن لا إذا لم تستحي، تستحي ده فعل أمر لكنه يفيد الخبرية، يفيد الخبر، يعني لو أنت مش هتستحي من ربنا سبحانه وتعالى فافعل ما أردت، فلا فرق عندك بين الحلال ولا بين الحرام، فقد استوى عندك الأمرين لأنك لم تستحي من الله سبحانه وتعالى. هو واحد ما بيخافش من ربنا هيخاف من الناس؟ واحد ما بيخافش ان هو يجاهر بالمعصية، الناس اللي بتفطر في رمضان وتمشي في الشارع قدام الناس تجاهر بهذه المعصية، هل هذا سيستحي من الإنسان؟ عشان كده سيدنا النبي قال له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اعمل اللي انت عايزه، ولكن لا تلومن نفسك إذا ما وقفت أمام الله سبحانه وتعالى سائلا عن فعلك وعن صنيعك لماذا فعلت هذا، ووقتها أين المنجد والمخلص لك من عذاب الله تعالى؟ يعني من بداية الحديث إن الإيمان 64 شعبة، فكرة إن شعب الإيمان اللي هي المقصود بها الأخلاقيات، شعب الإيمان عديدة، عشان كده بعض المفسرين للحديث قالوا إيه؟ قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية بيقول أولها وأدناها،
ففيه أول وفيه آخر، معنى كده أن فيه فين؟ فيه في النص حاجات. هل دي أخلاقيات، سلسلة أخلاقيات؟ كلها من أخلاقيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت موجودة في حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أردنا أن نتعلم الأخلاق، أنا أقول هذا دائما لكل الناس، إذا ما أردت أن تتسم بصفات الجلال والكمال فتعلم من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن الكريم فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، فكل الأخلاق في سيدنا رسول الله. هي بقى الفكرة أن اشمعنى دون عن كل الأخلاقيات دي الحياة، يعني دايماً ليه بالضبط ليه سيدنا النبي خص الحياء بقى؟ قالوا لأنه من كان عنده الحياء جار بعد أفعاله كل الصفات. أنا لو عندي الحياء إن أنا لا أتطاول على إنسان، هلاقي نفسي ما بشتمش، هلاقي نفسي ما بكذبش، هلاقي نفسي ما بعملش حاجة حرام، هلاقي نفسي بحترم أبويا وأمي. فالحياء ده الأساس، ده المصدر، الحياء هيجور كل الصفات وراء. فطالما اتصفت بالحياء فأنت تتصف بكل هذه الأخلاق التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسماء الله وصفاته حيي. الحيي، نعم. إيه المقصود بأن ربنا حيي؟ في فرق أولا، عشان بس الكلمة ممكن متشابهة في الحروف. حيي وحي، حي المقصود بها صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حي باق لا يموت سبحانه وتعالى. طبعا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم في نهاية الخلق ينادي ربنا سبحانه وتعالى، والحديث في مسند سيدنا الإمام أحمد، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ويجيب على نفسه بنفسه، الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه هي صفة الحياة. أما أن الله سبحانه وتعالى حيي، نعم، الله سبحانه وتعالى جميل، والله سبحانه وتعالى عظيم، والله سبحانه وتعالى لطيف. هذه كلها صفات تطمئن قلب الإنسان حينما تعلم أن هي صفات الله سبحانه وتعالى. الإمام الفيروز أبادي بيقول إيه؟ بيقول الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه حيي يستحي. لكن طبعا صفة الحياء عند ربنا سبحانه وتعالى وإن كانت بنفس الاسم عندنا، إلا أنها تغير صفة الله سبحانه وتعالى، تغير صفة التوصيف المخلوقين. التوصيف لماذا؟ مختلف. بالضبط. لأن صفة المخلوقين في الحياء هي تذلل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى، وكل هذه الصفات الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى لا يليق بحضرته سبحانه وتعالى، فهي صفة في الله سبحانه وتعالى. معناها إيه؟ الإمام ابن القيم يقول صفة الحياء في الله سبحانه وتعالى هي أنك بعد فعلك للذنب وللمعصية تستحق العذاب، فتجد الله سبحانه وتعالى بك بارا رحيما جوادا كريما لطيفا. الله سبحانه وتعالى حيي، يستحي الله سبحانه وتعالى. العبد منا يرفع اليد والبصر إلى الله سبحانه وتعالى فيردهم الله سبحانه وتعالى صفرا. ليه؟ حياء من العبد، الله سبحانه وتعالى حيي. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول آية عظيمة جدا، وقفت عندها يعني في معناها عند أهل التفسير رضي الله عنهم وارضاهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير. التقوى اللي هي تقوى الله سبحانه وتعالى. طب إيه لباس التقوى؟ قالوا ولباس التقوى هنا هو الحياء، بعض المفسرين ومنهم ابن عبد البار ذكر ذلك، والطاهر ابن عاشور ذكر ذلك ايضا. اشمعنى الحياء هو لباس التقوى؟ لانه بيوصل الى الله سبحانه وتعالى، لانه يعتبر من افضل الصفات اللي بتعمل في القلب تخليه وتحليه. يعني ايه تخليه وتحليه؟ قالوا تخليه من كل قبيح وتحليه بكل جميل لله سبحانه وتعالى. فأنا قلبي في صفة مستمرة لمشاهدة الأنوار والأسرار من الله سبحانه وتعالى، بترقي القلب وبترفع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وده أمر احنا كلنا مفتقدين في هذه الدنيا، احنا كلنا في الدنيا بننظر إليها بحسابات الدنيا، لكن مين فينا كده اللي بيعمل لنفسه ورد يومي ساعة يومية يستحضر فيها جمال الله سبحانه وتعالى، يستحضر فيها الخشوع؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مطلع سورة المؤمنين يقول إيه؟ يقول قد أفلح. قد فعل تحقيق بيدخل على الفعل الماضي، قد أفلح المؤمنون، يعني ربنا سبحانه وتعالى منذ الأزل حكم لهم بالفلاح. تعال انت اسمع كده الصفات دي عشان تحاول ان انت تتخلق بها وتتحلى بها. قد أفلح المؤمنون، أول صفة من صفتهم الذين هم في صلاتهم، ده ربنا سبحانه وتعالى من عظيم اللفظ القرآني، لم يكن الذين هم في صلاتهم مؤدون، ولم يكن الذين هم في صلاتهم راكعون ولا ساجدون، وإنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك قال أهل الله إذا لم تجد في قلبك الخشوع حال الصلاة فلا صلاة لك.
تتحقق الصلة بتاعتك بإيه وتحقق منها الثمرة المرجوة للقبول أمام الله سبحانه وتعالى بالخشوع. فما بقاش واقف بصلي الله أكبر وبقرأ وطالع ونازل وأنا دماغي مش في الصلاة وأنا دماغي مش مع ربنا سبحانه وتعالى، لم تتحقق هذه الثمرة. لو تحققت هذه الثمرة فأنت إنسان حيي، هنا يتحقق هي طبعًا الحياء من هي الله. طبعا فكرة لا صلاة له دي مش معناه أنه هو ما يصليش أدم مش خاشع. لا طبعا إحنا لازم على أي حال نصلي القبول. أنا ما أقدرش وأنا قاعد مكاني كده لو جالي سؤال من أحد المشاهدين وقال لي أنا صليت مش عارف صلاتي مقبولة ولا لا، أنا ما أقدرش أقول له هي مقبولة ولا لا، لأن القبول بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت على أي حال تصلي، حتى يمكن من مشايخنا قال لنا إيه، قال لنا أنت عارف أنت لو عملت ذنب ما تقولش أنا مش هصلي عشان ربنا مش هيقبل مني الصلاة بسبب الذنب، لا ده أنت مهما أذنبت وأخطأت في حق الله سبحانه وتعالى صلي لله سبحانه وتعالى ولا تنقطع، لأن الله بار رحيم يقبل من دخل عليه حتى ولو أتى بذنوب الأرض كلها. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم استغفرتني إيه اللي يحصل؟ لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وهي الفكرة يا شيخ مصطفى أن الخشوع ما بيجيش فجأة، يعني الخشوع تدريب للقلب بالضبط، يعني نعم. حتى الأولاد وزي الاتصال اللي جالنا نعم. فكرة أنا مش فجأة أول ما ابتدي أصلي أنا هتعلم الخشوع مباشرة، هو لا. الخشوع مرتبط بمعرفة الله ويقين الله، الخشوع مرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبالتدريب والتمرين والممارسة دائما. الرحلة دي بقى كلها بتوجد الحياة بالضبط. هنا بقى عايزين نتكلم في جزئية مهمة، فكرة أن أنا الحياة هو الحاجز بيني وبين أن أنا أتجاوز في الأفعال أو في الأقوال، لو مجازا هنقول عنه كده. إيه مصدر الحياة؟ نعرفه إزاي؟ يعني إيه اللي بيعلمنا الحياة؟ هل هو فطرة موجودة في الإنسان ولا هو بالتعلم؟ الحياة هو فطرة وعمل وعلم. فطرة وعمل وعلم. نعم. الطفل الصغير دايما الطفل لا يعرف شيء عن الدنيا أيوه. ولكن في بداية حياته كده ممكن العيل الصغير لو جيت تديه فلوس وأنا حد غريب عنه بلاقيه بيبعد عني، هو مش مستقبلها مني، وممكن لو شاف حاجة غلط بتحصل ما يبقاش قابلها، وممكن لو سمع كلمة مش كويسة ما يبقاش قلبه مستوعبها، فهو دي فطرة. لكن ممكن مع الدنيا وزحام الدنيا بنبدأ ان احنا نتعلم حاجات تبعدنا عن الحياة، فدي أول حاجة هي فطرة. الحاجة التانية هي عمل، إن أنا دايما في كل موضع أنا فيه أمام الله سبحانه وتعالى بستحضر جلال الله سبحانه وتعالى. تدريب وعمل وعلم. علم منين بقى؟ علم من قراءة في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دايما بقول إنه المشاكل اللي احنا عايشين فيها في حياتنا دي في كل يعني في كل يوم، أي مشكلة احنا عايشين فيها، الطلاق اللي احنا بنسمع عنه وعقوق الوالدين والقسوة على الأيتام وكذا وكذا وكذا، كل ده بسبب بعدنا عن حاجة واحدة بس، هي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه والله لو التزمنا بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي فيها كل حاجة، مفتقدين المرجعية بالضبط. أنا يعني يحضرني قول الإمام البصيري رضي الله تعالى عنه حينما قال في بردته الشريفة: وكيف يعرف في الدنيا حقيقته قوم نيام، كلنا قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مادحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه محمد خير خلق الله كلهم عليه الصلاة والسلام. هي فكرة ان احنا يعني معرفة ربنا وصفاته، معرفة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي النموذج التطبيقي لأسماء الله وصفاته في الأرض، فنقدر نعرف نتعامل ازاي في حياتنا، فده بيحصل إحلال وتبديل مع الوقت صحيح. للقلب. ويمكن الأيام أصلا بتخلي القلب، احنا ممكن بيحصل عندنا انتكاسات ولا مش بيحصل؟ صح. بيحصل للإنسان انتكاسات، مع وجود الانتكاسة دي بقى انت لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى. القلب هذا ان يعني نبتعد عن الله سبحانه وتعالى، بحاول مارة والتانية والتالتة وربع وعشرين مارة ولا أمل إن أنا أرى إن الله لا يمل حتى إيه؟ حتى تمله. فأنت ارجع لربنا سبحانه وتعالى بفطرتك وبعلمك وبعملك لربك سبحانه وتعالى. الفكرة بقى يا شيخ مصطفى إن موضوع في العلاقات الإنسانية إحنا عندنا مفتقدين قوي لمعاني الحياة، ده حقيقي. فاللي بيحصل ان تلاقي في العلاقات مفيش حدود معروفة، وكل واحد مش عارف يتدخل في ايه ما يتدخلش في ايه، الخصوصية فين، ايه حدودي في ده وايه عدم حدودي مش في ده. معنى مش معنى ان احنا لينا علاقة قريبة مع بعض او ان احنا قريبين مع بعض صحاب او زملاء او ان احنا نتطاول على بعض ونقول اصل احنا مفيش بينا حدود، لا ده بالعكس، ده الإسلام وقرب العلاقات بيخلي عند الإنسان حياء أكتر.
والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يستحوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم حياء. طب هم الصحابة دول كانوا بعيد عن سيدنا النبي أبدا، دي كان دول كانوا أقرب الناس لسيدنا رسول الله. ما دي جزئية عايزين نوضحها، فكرة إن ملهاش علاقة إن أنا بقرب العلاقات إن ده يكسر حاجز الحياء. لا لا، مش معنى إن إحنا قريبين من بعض إن حاجز الحياء ينكسر. سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان أقرب الناس، كان يسمى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده لما يدخل كان يقوم يقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياء من سيدنا رسول الله. سيدنا النبي يقول له يا حسان لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكهم، فيقوم يقف مرة تانية يقول له ألم أكن لك يا حسان كذا وكذا. سيدنا حسان ينبري من لساني يقول إنه إزاي أشوفك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مين يشوف جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم، احتراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومش سيدنا حسان بس، ده كل صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمش معنى إن إحنا قريبين من بعض. أنا أسمع بعض الناس يقولوا إيه، يقولوا بين الزوج وزوجته ليست هناك كرامة، وتلك ما يعني مقولة أنا أرفضها تماما. لا، في كرامة وفيه احترام وفيه أدب وفيه وقار. إيه المانع أن أنا وأنا بتكلم مع مراتي أقول لها بعد إذنك ولو سمحتي وشكرا وأتكلم معها بأدب؟ هو لازم عشان مراتي ده خلق قلبي نابع من القلب ملوش علاقة بالموقف. بالظبط، نابع من الحب. الحب يمكن بعض الناس يقولوا ايه، يقولوا انتوا مشايخ وبتتكلموا في الحب. اه بنتكلم في الحب، هو ده اساس الدين. لان احنا لما اتكلمنا في الحب احنا ما اتكلمناش من عندنا، احنا جبناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو قرانا سيره النبي صلى الله عليه وسلم لالفت المؤلفات، وفعلا الفت مؤلفات في الحب اللي كان بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من التعريفات العجيبه للحب والمقاربه لقلبي حينما اقرا، قالوا الحب حبه نبتت في ارض محبه وسقيت بماء المحبة فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف هذا الحب لمن يشاء. حب لله سبحانه وتعالى. فأنت حب، ولما تحب هتلاقي قواعد الأدب والاحترام، قواعد العشق للعارفين. ما هي علشان كده حضرتك وضحت من الأول إن فرق كبير ما بين الخجل والحياء. في فرق كبير، فالناس الحياء ده حاجة عايشين بيها مش بتتغير بالمواقف، هي حالة قلبية بتستزيد مع ربنا. بقى الشباب عندنا فيه مصطلحات كتير احنا بقينا بنسمعها، يعني عايز أقول لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تلاقي الشاب بينادي يسطى ويا باشا كلام غريب كده. لكن لو في ادب واحترام في المعاملات ورقي في المعاملات، ده انا يمكن بقيت بسمع الكلام ده من بعض الطلبه بيقولوه للمشايخ وللمدرسين، وهذا لا يصح اطلاقا. هي في بقى جزئيه تانية مهمه جدا. طبعا احنا اتكلمنا عن فكره يعني ان في حدود وكل يعني خط احمر لكل صحيح. واحد ويبقى معروف الاصول، اتكلم امتى وما اتكلمش امتى، اتصرف ازاي. الايه دي دايما بنحب نذكرها اللي هي وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. فكره ان الحياء بيوجد البساطه والسلاسه في التعاملات. يعني حد جاي لك البيت فانت مش مستعد انك تستقبله بمنتهى الاحترام والرقي. صحيح. ده الحياء، دي مش فكره خجل. احنا ممكن بقى نستخدم ده غلط ونقول ده انا اكسف، ده انا اكسف اقول له ما تدخلش. لا، انت من باب الحياء انت بتحترم حقوقك. صحيح. وبتقول اللي عندك. ففكره الحياء هنا ضرورته ازاي؟ ضروره الحياء بتستلزم ان انا استوعب الموقف اللي انا موجود فيه. حضرتك قلتي حاجه حلوه دلوقتي انا عايز اعلق عليها، اللي هي ايه؟ ان هو الحياء من الوان البساطه ومن انواع البساطه. بعض الناس بتعتقد ان احنا لما بنتكلم في الدين ان الدين ده هذا يوحي الى التشدد، وان الدين ده بيوحي ان احنا نبعد عن الدنيا. ابدا، ده الدين بيقول لنا ان الدنيا كويسه، الدنيا مش وحشه. في ناس لما تقعد تتكلم عن الدنيا بيتكلموا عن الدنيا بصوره بشعه. ليه صوره الدنيا زي الفل وكويسه؟ على الاقل حضر في الدنيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نور الدنيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اضاءت الدنيا باسرها احتفالا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما بننبه على الدنيا بننبه على الجوانب السيئه في الدنيا اللي هي تاخدني للشهوات وللملذات وللمحارمات. الدنيا تنادي بملء فمها حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي، لا يغرنكم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. فالحياء هنا ان انا في الموقف اللي انا موجود فيه استوعب الامر وما اعملش مشكله. يعني حد جاي لي وانا خارج وقلت له ان انا ماشي، ما يروحش يقول ده طردني او قفل في وش الباب او هذا ليس فيه حياء. اما الحياء ان تستوعب الموقف. والقران نزل كده في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا فارجعوا على طول. ارجعوا فعل امر، وحرف الفاء بيفيد التعقيب والسرعه. يعني قال لك ارجع، ارجع على طول، ما تبينش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انك متضايق من الفعل. وكان في احيا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وفي فرق كبير ما بين الحساسيه وما بين الحياء. لا، يعني هي من جمال خلق الرسول، من اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، فكره ان الحياء منهج تعامل بيحط لنا اطر ان احنا ازاي نقدر نتعامل، فنتعامل مع البشر، مع نفسنا. مع ربنا. شكرا جدا لحضرتك
حضرتك نورتنا النهارده يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جدا لحضراتكم، اشوفكم بكره على خير باذن الله.